السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: النقل المباشر الذي يكون على الهواء مباشرة هل هو داخل في حكم التصوير؟ إيش؟ النقل المباشر الذي يكون على الهواء مباشرة كنقل صلاة الحرمين. التصوير ما له حكم التصوير، هذا ينقل صورة المصلين وصورة ثم يزول ما يثبت بعد ذلك. نعم. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.